بكم، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما نطولش عليكم، فيديو جديد اليوم غادي نعطيكم واحد الفكره ديال واحد الفطور، هو نقولوا فطور امريكي يمكن زوين وليداتكم غادي يعجبوهم بالنسبه للعطله. نخليكم نيشان مع المقادير. غادي نحتاجوا اول حاجه هنا هي الخبز ديال التوست. انا نورمالمون كنستعمل هذاك الخبز اللي فيه زريعه غزال يعني صحي، كنديروا عصفورين بحجر. الخبز كتلقى هنايا فيه الزريعه البافو بزاف ديال الحوايج بي سي غار فين تيكون في مرجان. دونك كنستعمل انا هي هاد التوست ونوتيلا. اول حاجه غادي نبداها غادي ناخذ كل جوج قطع وماش ندهن نوتيلا مزيان هنايا وغادي نسدهم. غادي نديرو فيه جوج ديال البيضات وواحد 4 ديال المعالق حتى 6 المعالق ديال الحليب وشويش ديال المليحه وغادي نخلطوهم مزيان. هنا بالنسبه للشوكولا شو غادي نديرو في كاسرول قياس جوج ديال الكيسان كبار ديال الحليب وغادي نضيفو عليهم معلقه صغيره ممسوحه ديال مايزينا. وهنا الحليب خاصو يكون بارد حيت مايزينا كلها كتبقى كتكور. غادي نخلطوهم مزيان ومن بعد غادي نزيدو عليهم جوج ديال المعالق صغار ديال الكاكاو اللي كنديرو في الحلويات ماشي نسكويك. والناس اللي كيبغيو المذاق مجهد ممكن يدوبلو الكميه ديال الكاكاو. كنحركو هنايا مزيان والحليب بارد صافي. اون فوا كنحسو بهذوك الحليب ومايزينا ما بقاوش محببين كنحطو هذا الخليط هذا فوق البوطه نار مهيله بزاف وكنبقاو كنحركو فيها. اللي غادي يزيد يعطينا هنايا واحد النكهه هو الشكلاط. هنايا غادي نديرو الشكلاط ديال الحليب. نتوما استعملوا انا عندي هذا النوع على ديال الشوكولا، نتوما استعملوا اي نوع. 4 ديال القطع كافيين لهاد المقياس الحليب اللي درت انا. وشورتو انا عندي هنايا القطع كما كتشوفوا هنايا غلاضين. الناس اللي كنعاود نقول لكم اللي كيبغيو المذاق ديال دي بصح مجهد بحال الناس اللي كيبغيو القهوه قاطعه وكيبغيو الشوكولا شو يكون قاطع ممكن يزيدوا الكميه ديال الشوكولات. كنضيفو هنا مقيله، استعملت هذه المقيله ديال الضو، خاص شي مقيله تكون ما كتلصقش. اي جربتها ما جربتهاش قصه. درت هنايا فيها طريف ديال الزبده ومع شويش ديال الزيت. غادي ناخذوا هاد الخبيزات هادو باش نغمسوهم هكذا في هاد التوست. الجوانب كلهم وغادي نديروهم يتقلعوا. هنايا من بعد كنضيفو عليهم العسل كيتواتى معاهم بزاف في المذاق، كيجيو زوينين من الداخل داك لوغو ديال الشوكولا كيولي فوندو كيدوب مع الحليب والبيض. الخبز كيجي غزال وجربوه سورتو مع داك الخبز اللي قلت لكم تيكون فيه الزريعه راه كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى. كنزيد عليهم هكذاك العسل ونتلاقاو مع الشكل النهائي. كان هذا الفطور ديالي ديال اليوم. كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده والى